كل 10 أزواج وزوجات متأخر الحمل عندهم، 2 منهم بنكون عندهم تأخر حمل غير مفسر السبب. يعني إيه؟ يعني الزوجين دول كل الفحوصات الأساسية بتاعتهم، الأشعة التلفزيونية، الموجات الصوتية، الأشعة بالسبعة الأنابيب، وتحليل السائل المنوي للرجل في معمل ذكورة، كلهم سلام ومستنيين الحمل هو يحصل، لكن للأسف ما بيحصلش. الزوجين دول اللي احنا بنقول عندهم تأخر حمل غير مفسر السبب، غالبا بيبقى فيه سبب، بس السبب ده ما بيكونش اتشخص وتعالج. الأسباب المشهورة لكده ايه؟ 1، بطانة الرحم المهاجرة والتهابات الأنابيب اللي ملهاش أعراض وما بتبانش في الفحوصات الأساسية الأربعة بتاعة تأخر الحمل، لكنها بتظهر عن طريق منظار البطن. وعن طريق منظار البطن بنشخص بطانة الرحم المهاجرة والتهابات الأنابيب، وبنعالج بطانة الرحم المهاجرة، وبمشيئة الله بيحصل الحمل. سبب تاني هو تكسر نواة رأس الحيوان المنوي. الحيوان عبارة عن رأس ورقبة وديل، النواة بتبقى في الرأس. النواة دي لازم لها تحليل مخصوص، من غيره ما بنبقاش عارفين النواة دي سليمة ولا متكسرة، ولو متكسرة هتكون سبب في تأخر الحمل، ولما يتعالج التكسير ده بإذن الله الحمل هيحصل. سبب ثالث في تأخر الحمل غير مفسر السبب، الأسباب المناعية، يعني وجود أجسام مضادة عند الزوجة بتهاجم الحيوان المنوي عند الزوج. وده برضو ناس كتير للأسف بيغفلوا عن هذا التحليل، إلا لما يتعمل وتتشخص الأجسام المضادة دي وتتعالج، بإذن الله بتكون سبب في حدوث الحمل.